يكتنز إرشيف ثورة الشعب الشبابية السلمية الكثير من الأحداث والوجوه المشعة التي تركت بصماتها في ساحات وميادين التغيير. وفي هذه النافذة الإرشيفية نستعيد بعضا من الذاكرة من ذاكرة الثورة في ساحة الحرية بتعز. نتابع. فرحة لا تضاهيها فرحة بساحة الحرية بتعز عام 2011 ميلادية بين الثوار. وهذا ما أغاظ النظام السابق، بل بدأ باعتداءاته بأول جمعة صلاها المعتصمين السلميين، فسقط أول شهيد في ثورة 11 من فبراير بتعز، الشهيد مازن البدجي، والذي ودع من الساحة إلى مثواه الأخير. وتوالت الاعتداءات من قبل مستخدمين من قبل السلطة والذين أطلق عليهم البلاطجة. لم يكتفوا بالبلاطجة، بل رسميا أرسلوا جنود الأمن المركزي مسلحين بالبنادق والعصي والغازات المختلفة التي سببت للشباب الإغماء وعدم الحركة. وهنا أسس ما أطلق عليه بالمستشفى الميداني. بصدور عارية يقتلوا هكذا، يقتلوا لا لحق، يقتلوا بوجه يعني بغير وجه حق، إلا أن يقولوا نريد العدالة، نريد الحرية. ما جرى اليوم في تعز إنه هذا يعقل ليس بالرحيل يا إخوة، وإنما الآن يعني ارتفع الصوت بالمحاكمة، محاكمة علي عبد الله صالح. في يوم الجمعة الأخ الرئيس خاطب المجتمعين في ميدان 70 أنه سيضحي بالدم، ففهمه رجال الأمن بأن الدم دم الشعب، لأنه لم يقل سأضحي بدمي وإنما قال سأضحي بالدم. فهؤلاء أعتقد أنهم ينفذوا، فنرجو منه أن يفهمهم أنه ليس دم هؤلاء المواطنين. مأساة ما كنا نتوقعها في داخل هذه المحافظة المسالمة الحالمة التي لا زالت تحلم بالعزة والكرامة والحرية، ولكنها يمارس عليها الضغوط حتى تعيش الذل والاستبداد. تواصلت الاعتداءات بالغازات والسلاح، وارتكبت المجازر بحق المعتصمين السلميين سواء بالساحة أو بالشوارع أثناء المسيرات والاعتصامات. وسقط خلال ثورة فبراير 236 شهيدا ومئات الجرحى، ولكن ثورة فبراير استمرت واستمر وهجها حتى اليوم بساحة الحرية التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.